السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هنا البحرين. نظم مجلس أمانة العاصمة فعالية بيئية بمناسبة اليوم الخليجي للمدن الصحية. الفعالية حضرها سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، ومعالي محافظ العاصمة الشيخ عبد الرحمن بن راشد آل خليفة، وسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات. تأتي الفعالية البيئية للتأكيد على دور المجالس في المحافظة على البيئة وسعيها لتطوير المناطق بما يتناسب مع الأهداف المرسومة من القيادة الرشيدة فيما يتعلق بجودة الحياة والارتقاء بالجوانب البيئية. طبعاً اليوم الخليجي للمدن الصحية هي مناسبة كبيرة بالنسبة لمجلس أمانة العاصمة، وإحنا من المناصرين لأي شيء تعاون خليجي وليس فقط محلي يعني، فهاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن طبعاً المحافظة هي قائمة بقيادة المبادرة المدن الصحية في محافظة العاصمة، وفي مثل تعرفون إن أم الحصم حصلت على المدن الصحية في 2018 والمنامة في 2021، والحين في توجه إن العاصمة بعد تكون من تعتبر كمدينة صحية. دعينا طبعا أعضاء النواب والشورى وكذلك المختصين في الوزارات والمحافظة وأمانة العاصمة كذلك للاحتفال ومشاركتنا هذه الاحتفالية، ونقيمها في مكان مهم وجدا مبدع يتماشى مع طبيعة هذه الفعالية وهو الحديقة المائية. مثل ما أنت شايف الجو لأرواع والمكان جميل جدا. اشتملت فعاليته على كلمة رئيس المجلس وكلمة لمعالي محافظ العاصمة وكلمة توعوية قدمها المعنيون في إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، كما تضمنت أيضا فحصا طبيا للمشاركين، واختتمت بجولة في الحديقة المائية. نظم فريق ملهمون الشباب لقاء تعريفي لمبادرته الجديدة ربيع ملهمون، استضافته قاعة مركز الأيام الإعلامي وتخللته عروض مرئية، وشارك في تقديمه مجموعة من فئتي الأطفال والناشئة بحضور ممثلين عن الجهات الداعمة والمساندة ولفيف من أهالي المتطوعين ونخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والتطوعي. استكمالاً لخطته في دعم وتوجيه البرامج والفعاليات الموجهة لاستقطاب الناشئة والشباب، نظم فريق ملهمون الشباب لقاء تعريفي لمبادرته الجديدة ربيع ملهمون بحضور نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والتطوعي. اليوم تشرفنا بحضور أحد المبادرات الشبابية اللي يعكف عليها شباب مملكة البحرين لإبراز دور الشراكة المجتمعية الحقيقية ودورها البارز في بناء مستقبل المملكة. اليوم تطرقنا في حديثنا عن الشراكة، كيف ممكن أن هي تكون ما بين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي في مملكة البحرين، وشلون ممكن أن تكون هناك تكاتفات حقيقية بين المجتمع سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو كذلك المستوى المجتمعي. اليوم من خلال ربيع ملهمون تطرقنا للكثير من المحاور المهمة حول العمل التطوعي، ومن أبرزها الأثر النفسي للعمل التطوعي وكيفية غرس العمل التطوعي عند الطفل من خلال والدينه، ومن خلال اعتبارهم نموذج يساهم بتعريف الطفل أبرز الأمور اللي تساهم في تعريفه بالعمل التطوعي وزيادة حس المسؤولية المجتمعية لديه. تهدف مبادرة ربيع ملهمون لخلق طاقات قيادية فعالة ومؤثرة اجتماعياً، وذلك من خلال استدامة وتأثير العمل التطوعي الموجه للناشئة والشباب. وتناول اللقاء عدد من المحاور النقاشية المهمة التي تساهم في فهم وتعزيز دور التطوع في المجتمع. يتجدد لقاءنا في مبادرة ربيع ملهمون 2024، هي مبادرة تجمع إلينا الشباب والناشئة فإن إحنا نعطيهم مساحة للتعلم ولتعزيز الروح القيادية من خلال إنشاء برامج وأنشطة
وتعزيز الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين. حابة أتكلم عن التطوع وأثره النفسي علينا كمتطوعين كأجيال في السوشيال ميديا. الأثره النفسي أول شيء يعزز الثقة بالنفس بشكل جدا كبير، يخلينا نواجه الحياة من جميع الجوانب، نحاول نتخطى الصعاب. إضافة إلى ذلك يعزز إلينا أهم المبادئ اللي احنا لازم نتعلمها مثل التعاون، الاحترام المتبادل، العمل الجماعي. هذا وتتضمن المبادرة سلسلة من البرامج والفعاليات التي سيتم تطبيقها حتى نهاية العام الجاري بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وتركز على أهداف التنمية المستدامة 17. أقامت جمعية المهندسين البحرينية فعالية تعارف المهندسين لأعضائها الجدد، وذلك سعياً لإطلاع المهندسين المنضمين لها حديثاً على كافة النشاطات والفعاليات والمهام التي تتيح للمهندسين الجدد المساهمة بها. مزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. إن تعارف المهندسين هو أداة قوية لتعزيز التعلم والتطوير المهني في مجال الهندسة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وبناء العلاقات الشخصية والمهنية. من خلالها يمكن للمهندسين تعزيز مهاراتهم وتوسيع مداركهم في مجالاتهم المختصة. يركز هذه الفعالية وهذا النشاط على تعريفهم بأهمية جمعية أو أهمية الانضمام لجمعية المهندسين البحرينية، خصوصا أن الفئة الأكثر الموجودين هنا هم مهندسين حديثين التخرج أو مهندسين مقبلين على يعني في بداية مشوارهم المهني. تعريفهم بأهمية الانضمام إلى جمعية المهندسين، ماذا تقدم جمعية المهندسين لهم، وما هو المطلوب منهم كأفراد في مجتمعنا للتقديم إلى جمعية المهندسين. وتم خلال فعالية التعارف تحدث عدد من أعضاء اللجان والمستفيدين من برامج الجمعية عن عدد من البرامج والمناسبات البارزة التي تقوم بها الجمعية. هذه الفعالية هالمرة صارت مختلفة، لأن احنا حاولنا أن احنا نضم مجموعة من المنتفعين سابقا من برامج الجمعية ليتحدثوا عن تجربتهم مع الجمعية، بالإضافة إلى بعض الألعاب التفاعلية اللي راح تخلق جو من التعاون وراح يساعدهم على الاندماج في أنشطة الجمعية المستقبلية إن شاء الله. اليوم راح نتكلم عن جائزة المهندس المتميز بثلاث فئاتها وأهميتها على تسليط الضوء على المهندس البحريني وإنجازاته وكيفية الاستفادة منها والمشاركة كذلك فيها. يسعدنا اليوم أن احنا نشارك بنقل التجربة البسيطة إلى المهندسين الشباب، وما استفدنا احنا خلال تجاربنا واحتكاكنا بمجموعة من المهندسين أصحاب الخبرة، وننقل لهم ونحفزهم للدخول إلى والمشاركة في مختلف البرامج الهندسية التي تقدمها الجمعية. من خلال التعارف بين المهندسين يمكن للفرد أن يكتشف مجالات جديدة في الهندسة ويتعرف على تخصصات أخرى، قد يتمكن من توسيع معرفته بمختلف فروع الهندسة واكتشاف فرص جديدة للعمل والتطور المهني بشكل عام. والتعارف بين المهندسين يعزز التواصل والتعاون في مجال الهندسة ويسهم في تطوير المهارات والمعرفة وتوسيع آفاق الفرص المهنية. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول للرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق بطولة أقوى رجل تحت شعار خلك وحش في الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري. ووصلت اللجنة المنظمة للتحضيرات النهائية ووضع اللمسات الخاصة بتنظيم بطولة أقوى رجل 2024، والتي تعد أحد مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الموجهة للشباب لاستعراض قدراتهم البدنية في مختلف المسابقات، الأمر الذي منح البطولة أهمية وشعبية كبيرة ومشاركة واسعة من اللاعبين.
وتعد بطولة أقوى رجل خليجي دعما للمواهب والطاقات البحرينية والخليجية وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وتكوين جيل قادر على المشاركة الفاعلة بالمجتمع. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام برنامج هنا البحرين، في أمان الله.